الأطباق مع حدقات اللقاء المفتوح. الحدقة الحاجة لطيفة طبيلي من مدينة مراكش، أهلا وسهلا بك، نعود نرحبوا بك ومشكورة جدا على اللسان ديال البقر اللي عطيتينا الصباح هذيك الشهيوة المراكشية المدغمرة، واللي كيشكرك عليها المستمعات الحاجة لطيفة. نعاود نرحبوا. الله يجزاك بخير، حتى انا شحال في الميساجات توصلت بهم برك الله العظيم. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. هذا هو المبتغى ديالنا، الحمد لله نفيدوا الناس، كيف تحنا افادونا والدينا وخالاتنا وعماتنا، الحمد لله والشكر لله، الله يرحمهم جميعا في هذا النهار. اللهم امين يا ربي امين. اذا غنبداو باذن الله الفقره ديالنا ولا السويعه ديالنا ان شاء الله، باش نبداو بالتصدير ديال الحامض، يعني مجموعه ديال الحويجات. بعدا عندي واحد النقطه يعطيك السر، بعدا بغيت نشكر واحد الشكر حار للنوى اللي عطاتني محمد الجهاد، لانني انا تنحمق على محمد الجهاد. ثانيا واحد التحية حارة، الله يجازيك بخير، إلى سمحتي لي نسباتي كلهم، لالا حورية الشرف ولالا عيشة سلام ولالا حليمة الصنعاني وجميع من يعرف لطيفة الطبيري. ايوا الله الله يجعل العلاقه تكون دائما فيها هاد اللمه وهاد المحبه الحاجه لطيفه. امين يا ربي امين يا ربي، من اطيب خلق الله الحمد لله، الحمد لله لقنا الله مع الناس مزيانين الحمد لله والشكر لله. الحمد لله، حتى النسوبيه كتبغي شويه ديال الصبر وكتبغي شويه ديال الليونه وكتبغي شويه ديال الصواب والادب والاخلاق. كبيره وكبيره، كبري بهم يكبروا بك. تماما تماما، الا كانوا ولاد كبيره الحاجه لطيفه راه كاين اللي كتكبر بهم، كاين والو واخا تضلي تكبري ما كاين ما كيصغر. الله يهدينا الله يهدينا، اللهم امين، اللهم جميعا الله يهدينا. بالك ما قلتي مني، قلتي لي الحامض مصير المعسل. اييه هذه وقيتو، ماشي داك اللي كيكون طيب غير بالصودا في الزنقه تتشريها، طيب غير بالصودا ديال طوب الحامض ديالك ديال الضاف يجي معسل هائل. وكيف ما كنطلب قبيله تنعتذر للمستمعين على الصوت راه شويه باح يقبلوا عليا. ما يكون باس، حنا عارفينك عيانه وقابطينك صراحه الله، اش غنقول لك، الله يكبر الله العظيم. لا بكل فرح والله العظيم، دابا راه دابا جزء من الدواء هذا، دابا الصبيحه جزء من الدواء ديالي، دابا نتواصل معكم ومع المستمعين. ايوا الحمد لله الحاج، الحمد لله. الحامض المصير معسل، اي 3 كيلو 3 كيلو نديروه هنا بالنسبه لربات البيت بارك عليها 3 كيلو، لان دابا لي زابارتمون صغار ما تيقدرش الانسان يدير كي كان ديك الساعه الخابيه والقلافيه وداك الشيء ما يمكنش. نعم. اذا قلنا 3 كيلو الحامض يكون بلدي. ماشي السيترون، داك تيقول ليه في الشمال تيقول ليه بوصره، حنا تنقولوا غير الحامض البلدي. بصرة. الملح الغليظ الطبيعي، ماشي الملحة حية، الملح الغليظ ذاك الخشين، وماشي الملحة الحانوت، لا هذيك راه فيها اليود، واليود راه تيخسر المصير. إذا قلنا الملح الغليظ الطبيعي، وكاس ديال زيت الزيتون، كاس زيت الزيتون، غادي نقول لك اش غادي نديروا به، والقراعي يا إما من الزجاج أو لا من الطين إلى توفرت لك، او لا هذوك القراعين الخاصين اللي تيكون فيهم الكاوتش الخاصين ديال الصغير، يكون فيهم الكاوتش في الفم ديالهم. المهم هادو ثلاثه الحوايج اللي طفرات راه مزيانه. واخا الطريقه، غادي تغسلي الحامض وغادي تخليه يتسقطر مزيان، او لا مسحيه بشي منديل يكون نقي، شي زيف يكون نقي. من بعد المهم تخلصي من الماء، ما يبقاش الماء في الحامض. من بعد غادي تشقي كل حامضه على اربعه وعمريها بالملح الغليظ ووضعيها في القرعه، ولكن داك الفم ديالها يكون جهه الاعلى، الفم ديال الحامض يجي للفوق ماشي للتحت. واخا ياك الفم غادي عاطي لجهه الفم ديال القرعه. صافي غادي توضعي وحده حدا وحده حتى يعمر داك القاع كله ديال القرعه، عاد زيدي من الفوق ديك الساعه تبقى اخرى بنفس الطريقه، ثاني وحده حدا وحده وحده وحده. اييه اييه حتى تعمري القرعه كلها، وديك الساعه في نفس الوقت انت كتعمري تضغطي مزيان على الحامض. ياك صباح خليه فوق البوطاجي، ما تحيديش على عينيك. صباح غادي تلقي غادي تلاحظي بان المستوى ديال الحامض راه نزل. نعم. كتكون في الليل كتكون القراعه عامره. ارتبط. كتلقي تقريبا نزل بشي ثلث هكاك هبط من القفا. كيرطاب الحاج ياك. تينزل وتيرطاب. نعم. تيطلق الماء ديالو، تيطلق له جو. نعم نعم نعم. ديك الساعه غادي تزيدي عليه حامضات اخرين، جداد اخرين بنفس الطريقه تماما، مشقوقين وعامرين بالملح. وغادي تبقي تضغطي بيدك باش بوغشا سيلاه، يعني باش تشيلي كاع الهواء اللي ممكن اللي بيبقى ما بين الحامضات. واخا عاد ديك الساعه في الاخير كتكبي هذاك شويه ديال الزيت من الفوق. وتسدي ديك الساعه في المقاع بالبلاستيك الغذائي. عاد سديها مزيان، ولا ديري داك اللي قلت لك كيف ما قلنا القرعه اللي فيها الكاوتشو، هذيك راه ما تحتاجيش ليها البلاستيك، هذيك راه سادة راسها. وغادي تحتفظي بها في شي مكان جاف.
ماشي الثلاجه نعم. ماشي الثلاجه تاكد نعم. ماشي الثلاجه ما كان جا لاكار ديالك حتى في ذاك القريعه. ومن الاحسن ديري قرعات كثار، ما ديريش قرعه كبيره والعام كله. انا كنفضل تنجبد بقرعه بقرعه ديال الكونفيتور كتحكمي فيهم كبار شويه نعم. كتحكمي فيهم ما تيتحال ما تيخصم ما والو نعم. ديري مثلا ثلاثه القراعي ايوا نعم. كبيره ديري ثلاثه القراعي نعم. خصوصا الحاجه بلاتي الملاحظه اللي مهمه إيه؟ مره 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 قلبي القرعه على فمها وهي مسدوده علاش؟ علاش؟ لان ما تيصفلكش هذاك الحمض اللي بقى في الفوق نعم. داك ثلاثه الحبات اللي في الفوق ما كيصوفوش، انت تقلبي القرعه وترديها تنزل داك الجو تيجي تيغوزي هذيك الحامضات الفوقانيين وين تيبقى عندك الحامض كله مزيان. وكتخلط حتى ديك الزيت كتخلط اللي كانت في الفوق كتخلط مع الحامض سبحان الله العظيم تعاود تطلع للفوق نعم. لان الزيت دائما يطفو على الوجه الماء سبحان الله العظيم نعم. اللي درت طلع الكبيره الحاجه الطبايلي يعني صعيب باش يهز بمعلقه، يعني خاص ضروري المعلقه تكون ديال خشب ديال مغرفه العود العود. انا قلت لك انا نقول لك بحسب تجربتي نعم. كديري في اناء كبير بحال دابا حناك انا كنت ديك الساعه تيجيني الحمد لله ديال هذاك من فضل الله ضربت واحد البيدو كبير ضربت واحد البيدو كبير ايه ولكن نص ضربوا البرد وكحال فهمتيني الزيت هذاك الفوقاني زيتو مزيان استعملته من داك الشرفع إيه. ولكن من بعد داك النص اللي بقى في داك البيض الكبير كله كحال والله خطر شويه. المهم داك انت ولي كحال كتهضر منه شويه الخطر ما كتبقاش حتى يعني حتى الطيبه ديالو ما كتبقاش اييه مع دوك القرعه دابا الزجاج نعم هائلين صغيورين ومقدرين جميع الاحجام تتباعوا دابا بجميع الاحجام كنت صغيورين بزاف بيتي متوسطين بيتي شويه كبار نعم. المهم غير باش ما كانت شويه متوسطه نعم تتغلبي عليه تيبقى دائم وتيكون طال من درجه البلاكار زوين قرعه حدا قرعه قرعه حدا قرعه وتجبد وحده وحده. كاين الحاجه اللي كيبغي كذلك يرقد الفلفله الا كانت يرقد غادي نعطيك هذاك الشيء جايبه لك والله الا جايبه لك تقيده ديال بغيتي جايبه لك تقيده مراكشيه منها مذاق ومنها تزيين كذلك يعني في المطبخ كيجيو روعه نعم. اييه لا ما تتوشي حباشي راه تيكون طال منظر زوين تماما المهم راه ندوزو لحاجه اخرى غادي نجيك غادي نرجع لك هذيك السلسله مرقده ان شاء الله جايبها حتى هي في المفاقع ان شاء الله. المهم غادي نهضر لك على الخميره البلديه. أيه. الخميره البلديه دابا هي حديث العصر دروك ودابا راه في اوروبا لا ساقوا ليها راه ولاو تيجي والله الا داك لوبان ديالي تيتباع بديك لوفيغ ناتورال تيتباع غالي غالي وحنا عندنا الامكان باش نصوبوه في ديورنا علاش هو صحي علاش ما نديروها زعما تجربه وراه الناس اللي داروها راه ما لقى واحد التحسن كبير في الجهاز يعني حتى في لاكاليتي ديال الخبز كيعطي الخبز مزيان يعني حتى في الجوده كيعطيه مزيان وساهله غادي نعطيك الطريقه من اسهل ما يكون واخا الحاجه اذا غادي ديري جوج زلايف المقادير جوج زلايف من القمح القمح المغربي المغربي ماشي هذاك اللي كيجينا من الخارج لان هذاك اللي تخيطي لا حنا خبزنا غير تبع اي تيكون داوي تيكون داك ما نعرفش الجينات ديالو ما نعرفش انا سمعت هذا الشيء في الاذاعه من سمعته انا ما عرفتش تيكون الجينات ديالو. المهم القمح من الصلب المغربي تتبقى في القاعه ديال الحبوب غادي دير زائد سبعه الطمرات زائد جوج كركاعات حيدي لهم داك العظم الوسطاني الدخلاني والطماط حيدي لهم عدس واخا ولا ما توفروا لك شاد جوج كركاعات كديري جوج حبات من الشريحه او جوج الماء دافي ايه وجوج وجوج حبات من الشريحه والماء دافي فقط يعني شوف المقادير شحال بسيطه والطريقه غادي تخلطي هذاك القمح بالماء ذاك الماء الدافي وزيدي عليه التمر والكركاع وكاين حنا في مراكش سبحان الله العظيم كاين اختلاف الثقافات في البيوت كل واحد باش يدير الخميره البلديه كاين واحد النكته سريعه كاين اللي كيديرها بالفوليات اييه كاين اللي كيديرها باللبن البلدي اييه كاين اللي كيديرها بماطيشه بقشورها اييه لان كل بيت سبحان الله العظيم كيفاش كيصاوب الخميره البلدي وهي كلها بنفس الفيتامينات وبنفس وكتعطي نفس الفعاليه يعني راه نفس النتيجه نعم اييه الله يعطيك الصحه نعم. اذا غادي تخلطي هذاك الخليط وغادي تخليه مده 24 ساعه وهو في واحد المكان جاف. اسمحي لي الحاجه القمح التمر والكركاع وهذيك الميها التمر ما يتبرد الكركاع ما يتهرمش لا والو هاكا كتشري لي غير العلف صافي حيد الا كنتي تقصي مثلا الطمر على جوج ما كاين مشكل صافي والو تيتعجن داك الشيء كلشي تيتعجن بيديك تخلطيه بيديك
وخليت يا اما كي قلنا في شي قنينه ديال الطراب الا كانت هذيك هي افضل ما كانش قنينه الزجاج او لا شي سوبيرات البديع حتى هي كتطلعها واخا الحاج وخليها 24 ساعه ياك عاد ديك الساعه عجني بها زيدي على الدقيق ديالك اللي فوق الصغير زيدي عليه ديك الخميره اللي صوبتي البلديه لو لوندوما وفي الاخر ملي تكملي العجينه عاودي هزي الماء زيد واحد شويه واحد الكويره هي اللي بغيتي تخملي بها ثاني الغد ليه ديك الكويره اللي غادي تهزي غادي ترديها بداك الاناء فاش كانت الخميره البلديه نعم وتخليها حتى للغد عاد تعاودي تعجني به عاودي يعني تضيفي وتبقاي دائما غادي بنفس الوتيره وانا كنهز من ديك السوبيره وانا كنهز من ديك السوبيره ونعجن نعم بنفس المقادير اللي كاينين نعم ايوا وهزي ديك الكويره حيدها باش تعجني الغد ليه نعم ويلا سبحان الله واحد الملاحظه يلا سبحان الله كنتي ما كتعجنيش كل نهار كاين ما كتعجنيش كل نهار غادي تنقولوا حنا في مراكش فكري هذيك الخميره فكريها كيفاش تفكريها فكيره كترش علينا هي كائن حي كائن حي سبحان الله العظيم غادي ترشيها بشويه الماء وشويه الدقيق وعاودي خلطيها من جديد دغيا دغيا كوره وعاودي خليها في ذاك الاناء كتبقى بحال كتغديها بحال كتغديها ديك الخميره تفكريها غير هو الحاج الثلاجه لا غتكون في بلاصتها لا ابدا ابدا بلاصتها اللي مخبيه والو والو من الاحسن تكون دافيه كي قلتي هذه اللي تكير بلاكار تيقضي الغرض بلاكار دابا الحمد لله في الكوزينه تيكون دافي وسخون فيها فيه ما كاين حتى مشكل وهذا ولا بحال الناس اللي كيكون عندهم طاروت الدقيق يحطوا ذاك الاناء في وسط طاروت الدقيق اييه ملي كتجي تجبد الدقيق تتجبد مع ذاك الاناء فيه الخميره فيه كل شيء نعم نعم شحال كدوز شحال كتبقى تقريبا هذا الخليط هذا شحال كيدي ليا مثلا ولا لا الناس عندنا في مراكش اللي عندهم ديال 5 سنين و10 سنين و8 سنين دائما كاينه الخميره البلديه في الدار الناس البلديين راه هادشي اللي كيديروا ما كتعطاش ريحتها ما كاينش شي ريحه كاينه لا والو راه عندك فيك تتغديها بداك الماء وداك الدقيق الدقيق كتغديها به كتفكريها كتفكريها نعم كتفكريها وهي راه الاطباء التغذيه راه سمعنا هذا الشيء من عندكم من الاداره باش ما قدمت الخميره كتكون عجيبه تماما تماما وصحيه كما قلتي وكانوا العيالات يعني زمان كيحضروها يعني كيصايبوها في الدار يعني بشكل يعني تقريبا يعني يومي كيخبزوا كما قلتي وكيعجنوا كيستعملوا هاد الخميره هذه البلديه اييه وكانت كاع واحد القوس كانت تتسلف سبحان الله كنتي ما كاينه شي مده طويله وجيتي وما لقيتي عندك الخميره البلديه كنطلبها لزارتك اييه تعطيك شويه الخميره كتعطيك موجوده موجوده الدور كلهم في المدينه والله الا الدور كلهم عندهم الخميره البلديه ما تحليش فيها ايوا الرجوع للبيو الرجوع يعني للبلديه والحاجه الطبيعيه ما كاين ما احسن منه الحاجه القبائلي ايوا نمشيو على المايونيز اللي قلت لك قبيله المايونيز الطبيعيه صنع في المنزل او صنع منزلي صنع منزلي نعطيك جوج انواع في المايونيز جوج وحده تصاوب بالغيف وحده بالابيض الناس كيضرهم البيض ياك او اللي عندهم حساسيه من البيض او حساسيه البيض ايه نعم نعطيك جوج الانواع مايونيز اولا ضعف البيض ديال البيض ها هو المقادير ديالها غادي ناخذوا بيضه كامله معلقه صغيره الخل معلقه صغيره الخل شويه الملح الملح شويه البزار غير اللي هزاتك اون بانسي اون بانسي با بلوس اييه ديك القبيصه وتقريبا تقريبا غادي تحطي واحد الكاس ديال صغير ديال الزيت كاس صغير ما غاديش نديرو كله ولكن غادي نبداو نهزو من تنشوفو على حسب الحجم ديال البيضه نعم واش البيضه كبيره او صغيره اييه اذا داك الكاس الصغير تتحطي حداك وبيتها تخدمي ديال الزيت طريقه الخلاط الكهربائي ضروري لانه هو اللي كيسربك ما مزيد لين تما تقعدي الخلاط الكهربائي غادي توضعي البيضه كلها وتزيدي عليها شويه الملح وشويه البزار والخل ومعلقه واحده من الزيت معلقه واحده وغادي تخدمي الخلاط ديك الساعه يخدم الخلاط يلا 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 تيدور تيدور وبدون ما توقفي ما توقفيش الخلاط نعم ديك الثقيبه اللي كاينه في الفوق ديال الغطاء الغطاء ديك الخلاط الكهربائي ديك الثقيبه اللي كان فوق كتعبيها وكتبداي تزيدي الزويته بشويه بشويه الزيت والخلاط تيدور والخلاط تيدور وتبقاي تفربي حتى كتقصح. وهي موجوده وسريعه التحضير. وشحال كتبقى هذه ديال البيض في الثلاجه؟ هذه ما تنفوتش فيها ثلاث ايام. ثلاث ايام في الثلاجه صافي. يعني ذاك الاستعمال بنينه بنينه تتخطفي عليها كاع ما تبقى لك حتى يومين ما تتبقاش. ما يمكنش تنكهيها بشي حاجه الحاجه الطبيعيه. اللي بغيتي تزيدي فيها تتوجد وتكمل وتوجدي وتزيدي فيها المعدنوس بغيتي تزيدي فيها الثومه محكوكه بغيتي اي زعيطره انت والذوق ديالك ولا خضاريه ممكن تتوجد اي حتى توجد بالحق ماشي في الاول حتى تقصح وتفضي
ديالو بسالي وديك الساعه نسميها باش بنيتي وحطيها في جميع الاطباق ياك الحاجه الطبيلي جميع الاطباق تتمشي مع السلطات كما كانوا تتمشي مع المشويات المشويات تجي معهم رائعه نعم وهذه نعطيك الاخرى اللي بيدو البيض بالضبط هذه لاله لصحاب الريجيم ولا اللي عندهم حساسيه البيض كاينه علبه الحليب المركز مسوس اييه داك الحليب المركز المسوس راه تعرفوا الناس اييه انا كنجيبو ديك الساعه في الحريره في رمضان عصير نصف حنضه ملح شويه قبيصه الملح البانسي ديال البزار معلقه زيت المائده فقط معلقه وحده وغادي تطربي هذا الشيء كل شيء غادي تطربيه يا اما في الخلاط الكهربائي يا اما غير اليدوي هذه كاع لا ما عندكش الكهربائي ديرها غير باليدوي نعم نعم وهي موجوده اذا علبه ديال الحليب مركز مسوس عصير نصف حامضه ياك الحاجه عندنا الملح عندنا الابزار وشنو عندنا اخر عندنا الملح والبزار ومعلقه الزيت ومعلقه الزيت اذا كما قلتي هذه ما تحتاجش الحليب المركز ما تبعتش معك علبه الحليب المركز اييه عصير نصف حامضه الملح البزار معلقه الزيت صافي هذا الشيء تقربيها عاديه وتتوقف البلاصه حتى هي سريعه التحضير خاصه شويه ديال خاصه الكتيفات يخدموا شويه فيها الحاجه لا 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 لا, لا بالعكس راه الحمض دغيا تيجمعها الحمض هو هذاك هو الدور ديالو نعم دغيا تي لي في لا كواغولاسيون دغيا تتجمع تبارك الله ما ماشي الكتيفات ما كاين والو دغيا صابلك ما نخلعوش العيالات اللي يلاه باديات الشابات اللي يلاه باديات الحياه من المهم انهم يعرفوا هذه التفاصيل الحاجه لطيفه طبيلي لان فيها السهوله وفيها الاقتصاد وضامنه 100% كتاكلي شي حاجه ديال الدار ما كاينش مواد حافظه نعم يعني ملي كتشري حاجه معلبه راه اكيد اي حاجه معلبه فيها اضافات فيها اضافات كنعاود نرحبوا بك الحاجه لطيفه الطبيلي وكنرحبوا بالحداقه ديالك وكنرحبوا باسرار المطبخ ديالك وحميد الزاهر شكون اللي ما يعرفش هذا الفنان البلاد تبارك الله هو البلاد الفنان هذا المتكامل يعني وخلق له راسو الله يشافيه خلق يعني واحد اللون غنائي يعني جديد الحاجه لطيفه الطبيلي الله يبارك فيك طيب حنا باقيين معاك خدينا الحامض المصير المعسل خدينا الخميره البلديه ديال الدار خدينا المايونيز على جوج ديال الانواع واحد البيض واحد بلا بيض ان شاء الله فين غنمشيو باذن الله دابا اش بغيتي نطبق لك الفلفله مقطعه ولا مضره اعطيني اعطيني الفلفله يلا الفلفله هي الاولى لا لا مقطعه بسم الله يلا المقادير نص كيلو الفلفله خضراء حلوه ممكن ديري الطال حاره انت زعما الخيار ديالك انا نعطيك غير اللي كانت تكون تقليديه تكون فلفله خضراء ايه خضراء حلوه حلوه نص كاس ديال الخل مع داك العنبه ايه نص كاس جوج معالق كبار من الملح الغليظ ماشي الحامض الغليظ اللي كنشريو من القاعه والماء الكافي اللي يغطي هذه الفلفله يكون شويه دافي يكون شويه دافي اللي غطيه فين الحاجه في القراعي ولا في القراعه اللي حنا ناويين نرقدوا فيها الفلفله وبعض الحبات ديال البزار هكا صحاح صافي بغيتي ديري شي فلفلات حارين حمرين صغيورين ممكن ما بغيتي شي خليها غير هكاك طبيعيه خضراء تويمات لا تويمه لا 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 واخا هذاك الشيء جديد تديري في شي صوص وعاودي تسقي بها في الاخير وداك الشيء ياك واخا تخافي 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 نعطيك دابا الطريقه التقليديه تخافي ديري شي اضافه انت تخسري الفلفله الله يعطيك انا كما هي كما كانت الكلاسيكيه التقليديه التقليديه ديال جده الله يرحمها خدات الحاجه الله يرحمها نص كيلو ديال الفلفله خضراء حلوه عطاتك لاله نص كاس ديال الخل ديال العنب هذا الشيء باش نصحاتك وجوج معالق كبار ديال الملح الغليظ هذا الشيء اللي شفتي الحاجه الطبيلي والماء الكافي بالنسبه للقرعه ديال الدجاج اللي غنستعملوا واحد الحبيبات ديال اللي بزار على قدهم من بعد والماء يكون شويه دافي ماشي بارد دافي ها هو الطريقه تغسلي هذيك الفلفله الخضراء قلنا كبيره ماشي ديك الصيوره الكبيره ونفس الطريقه بالنسبه للحاره ديك الجودات بنفس الطريقه واخا ديري هذه ديري هذيك تغسل هذه تغسل الفلفله وتمسحيها بالمنديل واخا وغادي تضعيها في شي قرعه زجاجيه وتزيدي عليها الخل والماء دافي ما دافي والملح وذوك الحبات البزار غادي تغلقي مزيان هذيك القرعه وتضعيها في مكان جاف
وما تحللوه تغير اللون كسفله. ما غاديش يبقى خضر ناصح. تيدبل شويه اللون، ملي تيدبل اللون ديالها عرفتي راه طاب. وملي تتبغيها ديك الساعه الطريقه ملي كنبغيوها تنجبدو الفلفله. وتتغسليها شويه غير شويه بشويه الماء، ملي تكون لاصق في هذاك شي بحال شي حاجه بيضاء تربى في هذاك الماء، تغسليها بالماء وكتقدميها مع الزيتون المشقوق او المترشخ بالصحه والراحه. بالصحه والراحه، وفوقها واحد الخويط ديال الزيت البلديه علاش؟ اييه الا بغيتي كيدير اييه، وديك الساعه ملي تزيدي الثومه وتزيدي شي حاجه اخرى هذاك شغلك هذاك. المهم ما ديرهاش في الصبير. واخا الحاجه نفسها نفس الطريقه بالنسبه للفلفله الحاره، نفس الطريقه تشري لكم زيوده الرمل نفس الطريقه. واخا الحاجه نمشيو للسمن. السمن بودرة او حنا تنقولوا مراكش البودرة كتقول ليه الحار. اييه هذا فيه شويه الخدمه ماشي بحال المذوب. واخ ولكن راه تيبقى هذا التواب السنوات دائما عندك السمن حار في الدار. في ديك القلوشه ديالو الحاجه قلوشه ولا قرعه الدجاج دابا كان الدجاج. نعم. حل المشكل اللي ما عندوش قلوشه يدير الدجاج. واخا بلا ما يمشي يدير السواق. البلاستيك والو البلاستيك ما الحاجه. اذا المقادير كيلو ديال الزبده تكون بلديه، كيلو زبده ديال الدار بلديه، والملح الغليظ جوج معالق ومقدار واحد الكاس ديال العنبه ديال المدافي. الله يرحم الوالدين. غير واحد الملاحظه الحاجه، الزبده البلديه فيها تهيه، فيها الجوده وفيها فيها اللي ماشي جوده. بالنسبه للبلديه بعد مرات كتاخذيها ملي كتجي ديريها فوق البوطه كطلع ديك الكشكوشه ديالك تولي بحال الماء الحاجه لطيفه. هذه لا تعتبر بلديه هذه. اللبن هذاك اللبن ما فيها بس صفي هذاك الشيء اللي طلعت داك الماء هذاك راه باقي فيها نسبة تاع اللبن، باقي فيها نسبة اللبن. نعم صفي هذاك الماء اللي كنت كشكوشة وداك الماء صفيه وراه غادي يبقى لك غير الزبدة البلدية. وكاينة اللي صفرا 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 بصفورية ديال الربيع هذاك وكاينة اللي شوية غادي البيوضة. واختي تايقولوا الفلاح انا ما عنديش زعما المعلومه موثوق بها. اييه تيقولوا على حسب النوع تاع البقر، واش البقره بلديه ولا البقرونيه ولا شنو رعات وشنو المراه والمراه كي قلتي. حتى الشكل ديال البقره واش بلديه ولا روميه. نقول لك البقر الهولندي الا سمعتي كنا صغار تنقولوا البقر الهولندي ذاك البقر الكبير هذاك كي قلتي سبحان الله العظيم تتكون الزبده ديالته بيضاء غادي البيض. تماما تماما. ايوا المهم قلنا المقادير كيلو ديال الزبده بلديه الملح معلق المقدار ديال كاس عنبه المدافي. وهذه اختياري كانوا تيديروها الناس انا ما عرفتش تيقولوا بانها تطلع سميتو جوج حبات او ثلاثه او اربعه كاع ديال الحلبه. اييه ما عرفتش الدور ديالها تيقولوا بانها تطلع سميتو السمن تطلعو مزيان ولكن انا ما عنديش زعما شي مصدر موثوق منه. ولكن واش جربتيه الحلبه؟ لا ما عمري ما درته انا. اذا بين قوسين بين قوسين اختياري خليها اختياريه اكتفي غير بدوك المقادير الاولى. وعلي اييه وهي طياره تيديروها غير بداك الماء باش بيخدموا ماشي تيديروها في وسط السمن ولا شي. غير تطلق ديك النكهه ديالها وتصفيها تحيديها ماشي زعما تتبقى في السمن. لا الا بقات راه تصوفوا. تيطلقوا هذاك في ذاك نص ساعه تقريبا في ذاك الماء باش بيخدموا تعاود يحيدوا يصفيوها. واخا نمشيو للطريقه ونفهموا معاك. لا اذا الطريقه باهي غادي تصفي الملح. اييه الملح في واحد الزلافه. زلافه مع ذاك الماء سخون. الماء سخون ودوك الحبات الملح بين قوسين الحلبه بين قوسين الا بغيتيهم. اييه وغادي توضعي الزبده في القصريه ضروري في القصريه وتبداي تدلكيها بالكف. انت كدلكي انت كترشي بداك الماء داك الماء اللي فيه الملحه وفيه الحبيبات ديال الحبه. انت كدلكي بحال الشكل كدلكي الغريبه. انت كدلكي وترشي ودلكي وترشي بحال الشكل ديال الغريبه. ومره مره كتميلي القصريه كتكيها كيف تنقولوا كتميليها علاش؟ داك الماء تتحيد داك الماء وداك الماء تيجبد معاه اللبن اللي كاين في وسط السميتو. الدور ديالو كيجبد اللبن اللي كاين في وسط كيخرجو كيستخلصو. كيخرجو نعم كتستخلص الزبده. نعم هو تيخرج داك الماء تتكي وتفقيه تحيديه وتعاودي ثاني تكملي العمليه ديال الدلك. واخا وانت غاديه 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 هكاك تولي الزبده رطبه بحال الحرير. اييه تولي رطبه بحال الحرير. اييه ديك عاد ديك الساعه اللي تبدا تهزي بيديك وتتوضعي في ذاك الاناء ديال الطين ولا ديال الزجاج. وتبقي غاديه 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 تتكملي ذاك الزبده كلها اللي كاين ولكن تتاكدي بانها ما دارتش معها الماء الماء كلها مرة تدفقيه. ونتاكد من حاجه واحده ان ما خليتش بلايصه فيها الهواء مثلا خاصها تكون بلاتي دابا في الاول كنتي كتكون ديري غير بيديك في الجنب ديال القاعه. كتهزي من القصريه وديري في جنب يديك ملي كتكملي العمليه كتدخلي يديك وسط القرعه وتتبداي كتبركي كتضغطي.
كدكي الرضا على هذه الكلمة هذه كدكي ايه داك السمته كدكي في قاع سميته ايه والعملية اللي مهمة هي في ديك الايام الاولى ملي كتكملي القرعة او داك القلوشة ديال السمن كديري واحد الزيت ديال الحياتي وكتزيري مزيان كتعاودي مزيان فوق القرعة علاش كتعطير داك المنديل لان باقي ملي تعاودي ديري تصفية ثانية وكيفاش هاد التصفية الثانية كتاخدي ديك القلوشة وكتقلبيها على وجهها على فمها ايه فوقتي حاجة عالية أولا كتحطيها في شي كاسرونة اللي تسقطر داك الماء اللي بقى اللي بقى كاع نعم لبقات شي نقيتات تنزلو في داك الزيت وتنزلو في ديك الكاسرونة ولا في شي إناء ولا أنت على حسب شي حاجة اللي تدخل فيها داك القلوشة ودخل الفراغ داك الفراغ هو اللي بينزل فيه داك الماء واضح نعم صافي ومن بعد على الأقل على الأقل شهر عاد ديك الساعة تقولي بدا تيبدا عندك السمن الحار ما هو راه تيمشي بالشهور عاد تيولي رائع نعم فين يتحط فين يتحط فين نحتفظ وسط البلاكار البلاكار ما كاينش الثلاجة هذا الشيء تاع جدودنا راه كما كانت كاع الثلاجة نعم راه هو داك الملحة ديالو حافظة وداك الخدمة اللي خدمتيه وداك الماء اللي حيدتي منه بجوج طرق الطريقة ديال القصرية اللي تتميلي والطريقة ديال الزيت اللي كيعاود يكمل داك الشيء صافي تتهني ما بقات لينا داك الا قديم نقطه الماء تتصوفوا واخا بغيت غير نسولك الحاجه هذاك الزيف ديال حياتي واش ممكن نعاود ندير واحد جديد من فوق هذيك القرعه ونسد ونحكم عاوتاني القرعه بالغلقه ديالها هذاك هذاك الدور ديالو غير تيصي نعم راه من سالي منه تصدي وسالي راه حيديه وتعاودي ديري زيف اخر ولا عاودي بلاستيك والاحسن هي الزيف ما تيديروش الناس ما كانش الزيف هو اللي كان زيف حياتي هو اللي كان نافع هو زيف حياتي وتتزيري مزيان نعم تتبقى هائلة ما تتبقى ما بغيتي السمن الزاي ما يبقى صغيرة عادية الغرض طويلة امتى كنسميو السمن حايل الحاجة الحايل تيفوت العام اياك يفوت العام عاد تيتسمى حايل نعم يفوت عام فاش في الاستهلاك ولا يفوت عام عاد نبدا نستهلك لا الفوت العام هو عندك في الدار هو عندي في الدار كنستهلكو هذاك هو السمن الحايل تركي ولا خليه كاع ولا ديري شي قريعة صغيرة هذاك تسميه خاص من الحايل خليها هذاك هو من الحايل نعم وفين كيتستعمل فين كيدار شنو الفوائد ديالو على الحاجه بزاف اختي بزاف تيستعمل في السكسو تيستعمل انا سمعت كاع اختي ولكن ما عرفت قال لك تيدهنوا به الناس قدام تيدهنوا به ركابيهم داك الشيء ولكن الله اعلم انا ما البروده البروده قال لك تيسخنهم هو قال لي تيسخنهم الله اعلم انا ما نقدرش نقول واحد الحاجه اللي ما جربتش بنفسي كل دي اشاعات هو السمن الله اعلم وتكون اشاعه ربما ما لا هما الناس كانوا كيستعملوا في الدهن كوني متقنا ما بيناتنا نحن في العائلة كلهم تيدهنوا به اي شي طيحه طرح شي حد يمكن اييه يمكن وتيديروا ما ديك المعلقه بحال هكا صغيره في الدجاج المحمر في الحريره الحامضه حتى الاخير واحد الشويه براس الموس عنده بزاف الاستعمالات هو تيدير واحد تيضيف واحد المذاق رائع للاكلات غير هو راه مجهد هذا الحال انا الزيب الموس اش قلت لك الزيب الموس عشان ما قلتلكش معلقه نعم المعلقه تتغفل نعم الزيب الموس باش تتحكمي القياس بانك زيت عليه شويه وتيلا درتي معلقه ديرها مسطحه نعم ما تكونش عام بوم ديال اللي قالوا بعدا الناس تكون مسطحه تكفي الغرض طيب الحريره مقومه في الدجاج في الكسو في الرفيسه بزاف ديال الاكلات التقليديه اللي تيمشي فيهم طيب باش ممكن نختموا معك الحاجه لطيفه الطبيلي ندوزو شي شويه النصائح بسم الله النصيحه الاولى انا نقول النصيحه الاولى واحد القهوه نعزيز عليها واحد القهوه بالكشكوشه حماق عليها القهوه كحله قهوه كحله بالكشكوشه اخ نشوفوا شنو السر ديالها يعني السر نعطيك الطريقه والمقادير في نفس الوقت بسم الله انت تاخذي القهوه سريعه التحضير يعني سريعه تذوبا او تحضير معلقه او لا جوج على حسب انت اللي بغيتي والسكر والماء سخون ما سخون ياك كديرهم في الكاس غتاخدي هذاك الكاس كتغلفيه بالفيلم الانيمونتير يعني الميكروبيضة الغذائية غلفيه بها وشديه مزيان عرفتي ذاك الفيلم الانيمونتير لبسيه الكاس مزيان ما يبقاش حس الهواء كاع ياك ومن الاسفل غادي تشدي ذاك الكاس بشي سربيتة لانه تيكون سخون شي سريبيتا ولا زو ولا فيطا ولا شي ونخضي مزيان داك الكاس نخضي غادي تحصلي على نص ديال الكاس فيه القهوه ونص لك كله كشكوشه بحال ديال البريصه نعم نعم وتتذوق رائعه هو كاين واحد الطريقه اخرى الا بغيتيني نتقاسمها معاك الحاجه لطيفه هي نص الكاس
هاد المقدار اللي قلتي ديال السكر وديال الماء سخون، ولكن الماء سخون غير شويه غير شويه، بمعنى انه تخلط لك هذاك القهوه مع داك السكاكر وشويه الماء سخون، وتشدي المعلقه وتحاولي تحركيها مزيان هذيك هاد العناصر هذه، وملي كتكبي عاوتاني ديك الميه سخونه كتطلع لك شكوشه وكتبقى القهوه كحله عاوتاني لتحت. شنو بان لك؟ هاد القضيه جربتها والله العظيم عليك ما كذبت، جربتها ولكن اقل كشكوشه، اقل كشكوشه. انا هذيك تطلع راه نص في الكاس قهوه ونص كشكوشه، هذيك حتى هي تطلع بالكشكوشه ولكن شويه خفيفه. خاصها تحرك بزاف، خاصها تحرك ودغيا دغيا دغيا تحركي كتعطي حتى هي الفعاليه ديال الكشكوشه. هذيك هي اللي كنت ندير في الاول، تجربت هذه الاخرى صافي عجبتني هذه، راه الكشكوشه بحال تقولي فدها من القهوه ديال الزنقه، بحال البريطه ديال الزنقه. واخا الحاج نمشيو للنصيحه الثانيه ان شاء الله. واخا يلا النصيحه الثانيه لالا، بالنسبه للناس اللي كيتوضاو في لافابو انا كنصحهم باش يوضعوا شي زريبيه صغيره تحت لافابو، لما كاين داك لو ريسك ديال ان الانسان يتهزل فيه باش يغسلهم تيقدر يزلق لافابو، خصوص اي في لافابو دائما تكون تحت منه واحد الزريبيه صغيره. مثل ما خصك تترش داك الارض ديال الحمام يقدر الانسان يزلق، اللهم ديري ديك الزريبيه وفي نفس الوقت ديري واحد الورق النشاف. علاش هذاك الورق النشاف؟ الناس اللي كيتوضوا تيغسلوا رجليهم، تكون ذاك الورق النشاف خاص بالرجلين، كتمسحي به رجليك وتحطي واحد البوبيل صغيره تمسحي به رجليك وتتلحي في البوبيل. لان هذيك الزربيه بيني وبينك ما يمكنش كل نهار غتخرج تشمشيها، لانه الا توضيتي كيبقى هذاك الماء يمكن يومين عاد تشمش. ويا دير ديك الزربيه خاصه الحمام تتكون من تحت بحال البلاستيك. اييه كاينه ماشي الزربيه العاديه، لا كاينه تكون هذيك اللي فيها البلاستيك من تحت تهز الماء واحد شويه تتهزيها تسوسيها ونشرجها ميم با 15 مينوت وعاودي رديها ما فيهاش المشكل. نعم، والورق النشاف كما قلتي مهم جدا. اييه تمسحي به رجليك ما كتخلص الفوطه ديال الوجه مع الفوطه الرجلين مع الفوطه ديال اليدين. الانسان اللي جا عندك كاع وشاف داك الورق نشاف وشاف ديك البوبيل تيفهم بان هذاك الشيء تيتلاح. نعم ياك صافي لالا، واضحه النصيحه الثالثه. نزيد على الاشياء النصيحه، الماء سخون في المرحاض. كنا تنعرفوا بان الماء سخون الا بقيتي بخصوص الا عندك هذاك الشوفو ديال الغاز تيخصك شحال انت تلقى الماء عاد كيلحقك الماء سخون، وداك الشيء داك الماء اللي كيضيع عاتك تيضر في الخاطر. انا عندي واحد الاقتراح الى عجب المستمعين، كيفاش ممكن نقتصدوا في هذه المساله؟ نقتصدوا في هذاك الماء، انا كان عندي داك الغلاي ديال الضو كيتباع ب 100 درهم. ايه تديري في الحمام او في الطواليت دغيا سريع تيطيب لك انتروت الماء في فرنش العين تماما، اي تروك الماء تطبي به الوضوء وتنقضي به جميع المسائل. اي تروك الماء ماشي نعم وجهك تطبي الصاله كلشي بدا كيترو ديال الماء تمام، وفرنس العز زعما سريع الاستعمال. انا هذا هو الاقتراح ديالي باش نقتصدوا في الماء. واخا ناخذوا ما تاكلش الضوء، ما تاكلش الضوء يقول لك زعما الضوء لا والو والو داك لا ديك الساعات كيسال. نعم لا ريزيستونس ديالو زعما دغيا تدير فين هي مات المقراجه الحاجة لطيفه. اييه 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 فين هي مات المقراج خالتي الله يرحمها. دابا راه ممكن هاد النصيحه تمشي للمريم برا. اييه كدير الله يرحمها وسط عليها الله شريف، كدير واحد الطريقه كتاخذ المقراج كبير كتعمرو بالماء، ملي كتحط الطاجين باش طيبها تطيبيها في الفاخر ما كطيبش في البوطه، ملي كتحط الطاجين وجد كترد هذاك المقراج فوق العافيه وكدير ليه الخنشه ديال السيمه، خنشة السيمة كتلبسو كله من فوق التالت تحت تغطي المجموع وكتغطي القراج. ايوا وحق الله العظيم الا طول النهار انت عندك المطايب. ياه اللي بغى يمشي يتوضى تيهز منه تيعاود يعمر داك الشيء اللي عنده. الناس كيفاش كانوا كيفكروا. وحق الله النهار كله ما عندك ديك الساعه ما كاين لا شوفو ولا والو، النهار كله المطايب عندك في الدار، اللي بغى يتوضى يصلي تيمشي يهز من داك المقراج. نعم المجمر في وسط منه المقراج من فوق فوق هذا فوق العافيه فوق العافيه، واللي كانت كل العافيه هبات منين طيبات عليها. تتكون العافيه بات كتلبس هذيك الخنشه السيمه من الفوق ديال المقراج حتى لتحت ديال المجمر، صافي تتبقى مغموم تيبقى مغموم النهار كله وانت عندك ما طايب. الحاجه لطيفه، راه حنا ما سخيناش بيك ما سخيناش بهضرتك ودائما كنبغيو منك بغية واخا السيره الرابعه واخيره ونختموا بها باذن الله ان شاء الله. الخبز المزوق، الخبز المزوق اييه الخبز المزوق تيجيو عندك الضيافين تبغي تفرحي بهم شي شويه ولا غير مع راسك ووليداتك تبغي تزوقي ذاك الخبز غير في ذاك العلبه ديال البانيني. ديري الخبزه في علبه البانيني نزلي عليها البريصه وعاودي دوريها نصف دائره دوريها وعاودي نزلي البريصه اون دوزيام فوا إيه. تتولي عندك ذاك لوجي ديالها كله فيه دي لوزونج.
اي في دوك الخطيطات ديال البانيني نيت الخطيطات البانيني كيجيو فهاد الاتجاه والاتجاه المعاكس كيبان عندك بحال لوزونج في الوجه حتى الخبزه كلها مزوقه فنانه تبارك الله عليك الحاجه لطيفه طبيلي كلشي كتفكري فيه كلشي كتفكري فيها الحاجه مشكوره جدا ودائما اللي بغى يرجع لهاد النصائح وبغى يرجع حتى للطبق اللي عطيتيه لينا الصباح وشلاضه ديال الشعير ما عليه الا يمشي www.latifatbaili.tbaili باذن الله نكونوا معاك في ساعه الخير الحاجه خليك على خير خليك على خير الحاجه مشكوره جدا على هذا الوقت شكرا وصباح الخير كلشي كيسلم عليكم مشكوره جدا على هذا الوقت اللي عطيتينا سواء في الطبقه ولا اللي عطيتينا في الساعه الثالثه مشكورين كذلك كل الاختصاصات والاطباء اللي كانوا معنا